مرحبا بكم، اهلا وسهلا على الرقم 0537709939. تواصلوا معنا سميرة رباطية مختصة في الحلويات الطبخ المغربي والعصري. اي سؤال بغيتوا الجواب ديالو، اي استوس، اي حل، اي نصيحة خاصة بالمطبخ كنقول لكم مرحبا بكم. غاد ناخذ واحد الكراتان اللي هو كذلك يعني مهم جدا، اللي بغى يدير شي عشيوه خفيفة ظريفة للوليدات، كراتان بالمقارونية والدنجال المشوية كلالة سميرة راه رائع هذا حتى هو. ممكن زوين. هما الوليدات كتبقى هذيك القضيه ديال الدنجال، واش هي في الاولى ما كيبانش؟ الا كان ما كيبانش كان مخلط ما تيبانش. لا لا ما تيبانش. لا لا حيت كاين شي وليدات كيجبد لك ديك الفليته الصغير ومراه ديال الخيزو صغير وراه ما بانش كيجبدها لك، كيقول لك درتي لي خيزو واخا كراتان. بسم الله. بالنسبه للمقادير 350 غرام مقرونيه، 350 غرام مقرونيه اللي سلقناها في شويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت مع الماء، 250 غرام شي فلور مسلوق توا مع شويه ديال الثومه وورق سيدنا موسى، بصله، 250 غرام دنجال مشوي كتشويه فوق البوطه كتدخلي للفران. انا باقا في سيدنا موسى باقا كنزرب كنقولي رجع سيدنا موسى. 250 غرام شي فلور مسلوق مع الثوم وورقة سيدنا موسى، اها بصله بصله مشلطه هذه، اه 250 غرام دنجال مشوي كيف ما قلت لك، يا اما تشويه فوق البوطه يا اما تدخليه للفران. شويه الملح شويه الابزار، الملح والابزار. نعطي الصلصه ولا نخلي حتى الاخر؟ نعطيو الصلصه. نعطيو الصلصه. جوج فصوص ثوم محكوكين، 100 غرام قشطه طريه، 100 غرام حليب، 100 غرام جبن احمر مبشور محكوك، 3 د الاصفر البيض، شويه د الزعتر. ها هو صافي صافي كلشي مزيان. ناخذوا الطريقه واخا ولا تعاودي المقادير؟ عاوديهم السميرة يلا. واخا يلا. 350 غرام مقارونيه مسلوقه في الماء وشويه الملح وشويه الزيت، 250 غرام شيفلور مسلوق مع ثوم وورقه سيدنا موسى، بصله مشلضه، 250 غرام دنجال مشوي يا اما في فوق البوطه ولا في الفران، شويه د الملح شويه الابزار، الصلصه. بالنسبه للصلصه جوج فصوص ثوم محكوكين، 100 غرام قشده طريه مسوسه ماشي الحلوه اللي كنطلعوا بها الحلوه ديال الطهي، 100 غرام حليب، 100 غرام جبن احمر مبشور محكوك، 3 اصفر البيض، شويه ديال الزعتر. والزعتر الطريقه، بالنسبه للطريقه كناخذوا البصله كنشحروها في شويه ديال الزيت مع الملح والبصل، ونزيدوا عليها الدنجال اللي شوينا مقطع رقيق مقطع صغير، والشيفور بعد ما كتكوني بيان سور نقيتيه، نقيتيه وغسلتيه ومبقى ديتيه واخا الدنجال مقطع مقطع رقيق، والشيفور حتى هو مقطع هو اه، كنزيدوا عليهم المقارونيه صافي، وكنخلطوا كلشي وتنديروا في المود الكغاطا ونخوي عليه الصلصه. بالنسبه صافي الطريقه نعاود الطريقه ولا لا؟ هي هذه باينه، اذا البصله نشحروها الدنجال نقطعوه رقيق، الشيفلور كذلك مقطع رقيق، اذا نخلطوا كل شيء نديروا في المول ديالنا مع المقارونيه، مع تاع المقارونيه زيدنا ها هي المقارونيه، نخلطوا كل شيء اها، ونكبوا الصلصه ديالنا اللي فيها جوج فصوص ديال الثوم محكوك كلالا. كيفاش كطلعي هنا الصلصه؟ كناخذوا القشطه مع الحليب مع الثومه وصفر البيض والزعتر، كيتخلط كل شيء وكتخوى فوق الخليط الاولاني صافي، والجبن كيبقى هو الاخر كنرشوه من الفوق وكتدخليه للفران. الله يعطيك الصحه.